يعم الحزن قرية زبيدات في الأغوار الوسطى بعد ارتقاء الفتى محمد يوسف زبيدات 17 عاما برصاص الاحتلال حيث احتجز جثمانه. محمد والذي كان على مقاعد الدراسة. فتت على البيت لقيتهم محاصرين كل أولاد في جهة، كل ولدين وحطينهم في جهة، والبنات حطينهم في جهة، مسكرين عليهم الغرف. فتنا جوا، وبعد ما فتنا طلبت منه، يعني بحكي له ليش انت محاصر؟ بحكي لي بندور على ابنك محمد. بحكي له طب شو مشكلة محمد؟ ما رضي يحكي. بعد تقريبا ربع ساعة سمعنا زي اطلاق نار، حبينا نطلع برا البيت انا وامه واخوانه، ما قبلوا، فتعركنا احنا وياهم وضربنا يعني احنا والجنود، صاروا يضربوا في الاولاد وفي البنات اللي قدامهم يضربوا. وبعدها أخذوني أنا وأخو الكبير اسمين واعتقلونا. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية جريمة بحق الإنسانية وبحق التربية والتعليم في قرية زبيدات هنا، عندما استشهد الطالب محمد يوسف زبيدات وهو طالب بالصف 11 أدبي بدم بارد، ويعني بطريقة يعني وحشية. وأعتقد أن الاحتلال يستهدف منطقة الأغوار الفلسطينية بطرق مختلفة، ومنها السبب الأساسي من أجل تهجير الأهالي الصابرين الصامدين المرابطين في هذه المنطقة. وكما تعلمون وزارة التربية والتعليم يعني أسست مجموعة من المدارس في هذه المنطقة، وهي مدارس يعني ذات يعني تأهيل كافي من أجل أن تبقى المدارس تعمل بكل ما أوتيت من قوة. لكن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جميع أنواع الغطرسة والهمجية في قتل جميع أبناء شعبنا الفلسطيني ولا يستثني أحد. وبالأمس عندما قتل الطالب، وهو طالب بالمناسبة صف 11 أدبي، وفي العام المقبل هو صف توجيهي أدبي، وهو طالب خلوق ومؤدب وأحد طلابنا يعني في مدارسنا، يعني استهدف بطريقة وحشية، ويعني نعرب عن استنكارنا، ويعني نعرب أيضا عن إدانتنا لهذا الفعل المجرم، ونطالب جميع المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل يعني وضع يعني حد لهذا الاحتلال الذي يستهدف جميع المواطنين الفلسطينيين. الإضراب الشامل عما كرى الأغوار حدادا على روح الشهيد زبيدات، بدعوة من حركة فتح أقليم أريحة وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق المواطنين في الأغوار. هناك عدة محاولات من أجل تهجير هذه القرية، وكانت آخر شيء من ممارسات الاحتلال قتل هذا الطفل بدم بارد. واليوم إحنا جينا على قرية زبيدات لتقديم واجب العزاء لأهل الشهيد ولتعزيز صمودهم. قوات الاحتلال لحقت الطفل زبيدات وأطلقت النار عليه في مزرعة للنخيل قرب قرية زبيدات، ليعلن لاحقا عن استشهاده فيما احتجز الاحتلال جثمانه. يعم الإضراب الشامل في مناطق الأغوار استنكارا لجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبه، وحدادا على روح الشهيد الذي ارتقى وهو في عمر الزهور. من قرية زبيدات في الأغوار الوسطى، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.